يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشكل علي ما وقع من أحداث في قصة اتخاذ قوم موسى العجل، من جهة أن الله أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم ليتوب عليهم، ومع هذا يقول فالسامري الذي اتخذ لهم العجل وعكف عليه وأمرهم بعبادته قال له موسى ما خطبك، ثم أمر بالذهاب، أمره بالذهاب ولا مساس، فما وجه ذلك حضرتك؟ مساس يعني ما أحد يستطيع نفسه من العذاب والألم الذي فيه، أنزل الله به إن لك، قال فإن لك بالحياة أن تقول لا مساس من الألم الذي فيه وأصابه. نعم، يقول لو رجع التفسير لا مساس. نعم.